فرض انتشار فيروس كورونا تغييرات غير اعتيادية، إلى جانب الطوارئ الصحية فقد نال من الأسهم المالية للمؤسسات ومن هيبة الدبلوماسيين وأداء مناسك العبادة. نظرة على آثار الفيروس في الحياة العامة في التقرير التالي. يوحد العالم رعبا فيروس كورونا، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا يتجول على رجف القلوب، وقد أصابت لعنته نحو 50 دولة تهب فيها رياح الإصابات عاتية ويتساقط الضحايا بما يفاجئ التوقعات. تلك أضعف تعابير القلق، والأقدار تسوقك للانتظار ساعات لتحصل على 5 كمامات طبية لا غير في العاصمة سول. كوريا الجنوبية قننت المرض إلى حد الأمر بتصدير 10% فقط من السلعة الكنز في زمن التوقي. إلى الغرب الإفريقي وصل كورونا راسما وجها ساخرا من أقوى الأنظمة الصحية في العالم. إفريقيا التي تعرف أضعف النظم الصحية ليس فيها إلا 3 دول بلغها كورونا آخرة، وبأعداد ضئيلة وبحالات دخيلة آتية من أوروبا، في حين يتجول الفيروس بين أروقة أكبر المستشفيات الأوروبية والعالمية بما يزيد على 81,000 إصابة. كورونا الفيروس اللغز عبث حتى بربطات العنق والمناصب الدبلوماسية، ليضع الرئيس المنغولي قيد الحجر الصحي 2 أسبوع بعد زيارته الصين، كما أصاب عددا من النواب والمسؤولين الإيرانيين. منظمة الصحة العالمية بوزنها ومسماها وكل ما أتيح لها من إمكانات لا يرى لها من حضور في المشهد الصحي الموبوء، غير ندوات صحفية تسوق النصح والمحاذير بدلا من ابتكار الحلول والتدابير. أسواق مالية هوى كورونا بأرباحها ويكاد يعود بها إلى أزمة 2008. 100 المهرجانات والفعاليات والأنشطة الثقافية ختم الفيروس على أبوابها بكمامات طبية. مدارس وجامعات عجلتها العطل بغير ميعاد، ومناسك دينية تؤجل. كورونا بعد الأنفاس يضيق على العباد دينهم. ديزني لاند في العاصمة اليابانية طوكيو تودع صغارها. الصحة العالمية كلها أميرة نائمة يرتقب سباتها فارسا طبيبا. وفيما يلي آخر حصيلة لانتشار فيروس كورونا في العالم.